لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي. كثير سهل نشاور على أخطاء غيرنا، بس لما بتوصل الحكاية إنه نحن نشاور على أخطائنا بتكون صعب. صعب واحد يشوف خطأه. مشان هيك كلمة الله هي المراية لألنا. اللي بيقعد كثير أمام كلمة الله بيقدر يشوف خطأه. أشعياء لما شاف قداسة الله قال: ويلي إني نجس الشفتين وأسكن وسط شعب نجس. إذا ما قعدت أمام كلمة الله مش رح أقدر شوف حاجتي لله، ما بقدر أعرف حاجتي، ما بقدر أعرف نفسي وقيمة نفسي إلا ما شوف الله. بس شوف قداسة الله ما بيعود فيني اتطلع على خطأ غيري، لأن بلش شوف خطأي أنا في محضر الله. عم أقول بالترنيمة: لمنا وعيرنا بطرس. مش بس بطرس، منهم منعير ناس كتار، لأنه سهل كتير أنه نعير مثل ما كنت عم نقول، بس صعب أنه الإنسان يشوف حاله. رب يعطينا نعمة أنه فعلا تكون هالمراية عم تعكس شوفينا، ومش بس نشوف شوفينا غلط، لأنه كتير سهل واحد يقف قدام المراية ويطلع يقول اليوم دقني بدي حلاقة، ويحمل حاله ويروح على الشغل بلا ما يحلق دقنه. يوم بعد يوم بتصير دقنه، لما يشوف دقنه بدي حلاقة لازم ياخد قرار أنه أنا بدي أحلق دقني. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك. لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي. اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي. اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. قولوا معي: كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة اقتادوك للصلب هناك. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة اقتادوك للصلب هناك. في الجلجثة في الجلجثة فوق الصليب في الجلجثة. لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك، كلنا قد قلنا خائن ليهوذا حين أسلمك. لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك، كلنا قد قلنا خائن ليهوذا حين أسلمك. ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك، بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك. نحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك، بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك. ورغم ذاك نحن نراك تنسى آساك بحبك المتجدد. كشاة تصاب للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة اقتادوك للصلب هناك. كشاة تصاق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة اقتادوك للصلب هناك. في الجلجثة في الجلجثة
الجلجثة فوق الصليب في الجلجثة.